هنا صراع نازل فيه كمان احمد جمعه، لانه لازم يلعب، وبيلعب مع مين؟ بيلعب على احمد رؤوف، رايح لهم هما الاثنين. بيقول اي حاجه، بطاقاتي جاهزه. ضربه حره، ايمن اشرف في القدم اليسرى، عاليه داخل المنطقه، والضربه الراسيه خطيره. الله، السيد فريد واخد مكان بطاقيه لخفه، بطاقيه لخفه خدع الجميع، يعني محدش شايفه ومحدش حاسس بيه. الراجل على طريق بطاقيه لخفه، ما زي ما بقول لحضراتكم ظهر في المكان وكانه شبح، وخد الكوره كده وحط الكوره بمنتهى السهوله والسلاسه. هدف خاطف قاتل مع الدقيقة 50، مع الدقيقة 5. يعني السيد فريد صاحب أول بطاقة صفراء أهو، بيقول لهم سموحة سموحة، وبيقبل شعار سموحة. هنا كل الجهاز الفني لسموحة، كابتن عاطف والكابتن مؤمن والجهاز الفني بالكامل فرحانين. إنما ملعوبة من إسلام، من إسلام معدية من محمود عزت، وعلى طول السيد فريد لوحده، واقف لوحده. آدي عزت وآدي يعني تعاون ثنائي دفاعي كده. الراجل ليه الكرة قدامه، هدية نازلة وصرخة فرحة فعلا يستحق.